معنا الآن مشاهدينا من الرياض الكاتب الصحفي عزت مصطفى. أهلا بك أستاذ عزت معنا. أستاذ عزت، دعنا بداية نتحدث عن انشقاق وزير الإعلام في حكومة الحوثيين، ويعني نتحدث تحديدا عن وقع مثل هذا الانشقاق لقيادة من قيادات الصف الأول، ووقع التصريحات التي أدلى بها أيضا في هذا الإطار حول وضع الحوثيين الآن. نعم، مساء الخير راوية لك وللمشاهدين. طبعا أنا أعرف عبد السلام جابر منذ 15 عام تقريبا، انقطعت تواصلي به عام 2014. الجنوبيون عموما، الوزراء في حكومة الانقلاب من الجنوب الذين ينتمون للمحافظات الجنوبية أو ينتمون للمؤتمر الشعبي العام، واقعون تحت يعني الإقامة الجبرية في صنعاء، وهناك تهديدات بحقهم وحق أسرهم. عبد السلام كان قد قال في فترات سابقة عبر حسابه في فيسبوك، يعني قال في 1 أكتوبر مثلا، قال منذ فترة وأنا أحاول أن أقول شيئا ثم أتراجع، ما أريد قوله أعظم من مقدرتي على احتمال النشر، لذلك فالصبر جميل. ولاحقا تم اختراق حسابه في تويتر، وظل ينشر الحساب تمجيد لعبد الملك الحوثي زعيم العصابة، وقال هو على الفيسبوك أن حسابه مخترق، لذا كان واضح أنه سينشق. لكن تجديد الحراسة الأمنية على منزله، أنا أعرف، تابعت أخبار عبد السلام منذ فترة، وأعرف أن الحوثيون أخذوا ولده علي إلى جبهة القتال وهو شاب يافع وكرهينة. يعني أعتقد معظم حتى الوزراء الذين لا ينتمون سلاليا للحوثيين لديهم يعني هناك أوراق تتخذ بحقهم، سواء تهديدات بشأن أسرهم أو ما إلى ذلك، فإذا غادر ربما يقتل ابنه، ويقولون أنه قتل أثناء المعارك. هكذا يعني تدير الميليشيا الأمر مع المسؤولين في حكومتها الذين لا ينتمون سلاليا لجماعة الحوثي. لا أعرف الآن مصير علي أو أسرة عبد السلام، لكن أعتقد أنه لن يخرج إلا وقد أمنهم، أتمنى ذلك. نعم، طيب دعنا ننتقل لموضوع آخر. هذا التحذير من الحكومة اليمنية بأن ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين دروع بشرية في الحديدة، إلى أي مدى هذا يصعب المعارك بشكل عام، يعني على الجهة التي تهتم بحقوق الإنسان ولا تقوم باستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعرض سلامتهم للخطر؟ بالفعل الأمر لا يتعلق فقط باعتلاء القناصة لأسطح المنازل والأحياء المكتظة بالسكان، بل تعدى الأمر إلى زرع مدافع في أحياء مثل الغليل، وهي أحياء مكتظة جدا، غليل، الربصة، السلخانة، حارة صدام مثلا، وهي أحياء جدا جدا مكتظة بالسكان، عند مستشفى الثورة وهي أحياء الحوك، قريبة من أحياء الحوك، وكلها أحياء شعبية. نعرف أن الحوثيون حاولوا تفخيخ مستشفى 22 مايو ونصفه ومساواته بالأرض، ألحقوا بعض الدمار، لكن القوات يعني باغتتهم عند المستشفى ولم يتمكنوا من إكمال المخطط. الآن نخشى أن يكون المخطط قريب، يعني نفس المخطط قد يمارس عند مستشفى الثورة. نأمل أن الانتفاضة الشعبية التي دعت إليها القوات المشتركة، الحركة التهامي والعمالقة وحراس الجمهورية، دعت إلى انتفاضة، وأعتقد أنها تنسق أيضا، تنسق مع الداخل الانتفاضة، وبدأت بعض معالمها ببعض العمليات البسيطة أن تجنب المدينة حرب شوارع وقتال ربما. طيب، يعني يحدث دمار. الكثير من المؤشرات، يعني زيادة وتيرة الانشقاقات من قيادات مهمة، وزراء، طبعا استعادة السيطرة من قبل القوات الشرعية على الكثير من المناطق، تشير إلى هذا التراجع العسكري الكبير للحوثيين. كيف ترى يعني سير المعارك في الفترة القادمة؟ سير المعارك في الحديدة، في صعدة، في البيضاء تحديدا، هذه الثلاث الجبهات ينكسر الحوثيون فيها بشكل كبير. الإعلام الحوثي نفسه يبدو يدلل على ذلك، لا يتحدث عن انتصارات كما كان يكذب في السابق، بل يدعو الناس للثبات أكثر، لأن هناك
انشقاقات ليس على مستوى المسؤولين الحكوميين في حكومة الانقلاب، بل أيضا على مستوى القادة العسكريين في الجبهات. هناك فرار كبير من الحديدة، من صعدة، من حجة، بعض مديريات حجة الساحلية، ومن البيضاء. لذا حتى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي هذه القيادات دائما تدعو إلى عودتهم، وتدعو، وهذا دلالة على الانكسار الكبير. شكرا جزيلا لك. كان معنا من الرياض الكاتب الصحفي عزت مصطفى.